أكثر من 554 ألف نازح ونازحة من 16 محافظة نزحوا منذ 26 من مارس الماضي وحتى 7 من يونيو، بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ما دفع بمجموعة من النشطاء والمثقفين والسياسيين إلى إشهار منظمة تهتم بالإغاثة والتنمية أطلقوا عليها مؤسسة ناس لتلتحق بمنظمات تعني بالشؤون الإنسانية. تأتي في المرحلة الصعبة اللي بساعد هؤلاء الناس لإغاثة كل يمني محتاج ومتضرر إزاء الأوضاع السالفة، هذا الهدف الرئيسي من هذه الجمعية. ولله الحمد وجدنا أن هناك كثير من الجمعيات القائمة حتى المنظمات الدولية وغيرها والناس والأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال لديهم الثقة في هذه الجمعية، ويجب أن يكون أعضاء الجميع عند مستوى الثقة. سياسيون ومثقفون ومهتمون بالشؤون الإنسانية وجهوا دعوة للمنظمات المدنية التي وصل عددها إلى أكثر من 15 ألف منظمة مدنية إلى الاهتمام بالنازحين الذين أصبحوا في العراء والمدارس وتقديم المساعدة العاجلة لهم للتخفيف من معاناتهم. المنظمات المدنية هي الجسر الذي ينقل جهود وإمكانية التنمية بين القيادة، قيادة المجتمع وقاع المجتمع، والحقيقة أنها هي المعول عليها أن تحدث نقلة نوعية في تضامن المجتمع وتعاونه وتراحمه وتكاتفه. الفعالية تأتي في وقت يستمر فيه العدوان السعودي قصفه للمدنيين حاصدا أرواح الأبرياء وتشريد الآلاف من مساكنهم بعد أن دمرتها صواريخ العدوان. مختار الخطيب، اليمن اليوم.